الميليشيا الحوثية تشن حملة اختطافات للمحتفلين بثورة سبتمبر في صنعاء وإب. استنفار حوثي واختفاء لمشرفي الميليشيا من النقاط الأمنية في صنعاء. مقتل وإصابة أكثر من 10 جنود للانتقال في أبيان. أهلا بكم، والبداية من صنعاء، حيث اختطفت الميليشيا الحوثية عشرات المواطنين المحتفين بذكرى ثورة سبتمبر وسط انتهاكات يومية تمارسها بمختلف المحافظات الخاضعة لسيطرتها. مصادر محلية قالت إن الميليشيا دفعت بعناصرها بتظاهرة مضادة ألقت الحجارة على المحتفين بثورة 26 من سبتمبر بهدف إجبارهم على ترديد الصرخة الخمينية ليرد بدورهم عليهم المحتفين، وتحدث مصادمات بين الطرفين قبل أن تدفع الميليشيا الحوثية بأطقمها المسلحة وزنبياتها تجاه المحتفلين، وقد اختطفت العشرات منهم. ويوم أمس خرج الآلاف من المواطنين في صنعاء وإب والحديدة في مهرجانات شعبية تلقائية ردا على تدنيس الميليشيا الحوثية للأعلام الوطنية يوم أمس الأول، حيث أطلقوا الألعاب النارية ورفعوا الأغاني الوطنية من سياراتهم. في السياق، قال شهود عيان إن الميليشيا الحوثية أعلنت الاستنفار ونشرت المئات من العربات والأطقم المدججة بالأسلحة في صنعاء تزامنا مع اختفاء عدد من مشرفيها من النقاط الأمنية في ظروف غامضة. ووفقا للشهود، فقد ضاعفت القيادات الميليشياوية من حراستها واختفت من النقاط الأمنية خشية ردة الفعل الغاضبة للمواطنين الذين خرجوا بالآلاف ردا على تدنيس عناصرها للعلم الوطني. هذا وتشهد صنعاء وإب حالة من الغليان الشعبي والسخط الشعبي ضد الميليشيا الحوثية التي حاولت قمع المواطنين ومنعهم من الاحتفال بالعيد الوطني لثورة 26 من سبتمبر في الوقت الذي تحاول فيه إجبارهم على حضور فعالياتها الطائفية بالقوة. إلى ذلك، دفعت الميليشيا الحوثية بالعشرات من عناصرها المسلحة وبلاطجها لإنهاء المظاهرات والاحتفالات بذكرى ثورة سبتمبر في إب التي شهدت احتفالات واسعة في المدينة والمديريات. ووثقت لقطات مصورة عناصر الميليشيا أثناء إطلاقها النار واقتحام ساحة الاحتفالات في مديرية النادرة وفي شارع الدائري بالمدينة، حيث اعتدت على المتظاهرين بتكسير زجاج السيارات وإلقاء الحجارة عليهم. وكانت الميليشيا قد اختطفت أمس عشرات الشباب وقادتهم إلى سجون البحث الجنائي، من بينهم شباب من أسرة علي عبد المغني، أحد أبرز مفجري ثورة 26 من سبتمبر. لم تتمالك إذن ميليشيا الحوثية الإمامية الكهنوتية نفسها أمام الاحتفالات الشعبية في المناطق الخاضعة لسيطرتها بالقوة لتكشف وجهها الإمامي الحقيقي المعادي للجمهورية وللشعب برمته، وذلك بمواجهتها للمحتفين بالعيد الوطني لثورة 26 من سبتمبر عن طريق نزعها للأعلام الوطنية والجمهورية والاعتداء على المحتفين بالعيد الوطني. يا لعظمة ثورة 26 من سبتمبر، الثورة اليمنية الكبرى التي أسقطت الإمامة وقضت على مشاريع الجهل والعبودية والتخلف والجوع والمرض، الأركان التي كانت تستند عليها الإمامة. هذه الثورة الأم التي فجرها خيرة أحرار اليمن، أشعلت قناديل الحرية لدى اليمنيين جميعاً إلى الأبد وأكثر، وأصبح يوم 26 من سبتمبر محفوراً في وجدان كل يمني.
بعد 61 عاما، ها هي ثورة سبتمبر الخالدة تفضح أذيال الإمامة وبقايا السلالة الكهنوتية، تعريهم على حقيقتهم، تكشفهم وهم من كانوا يدعون يمنيتهم زورا لتمرير مشاريع منبوذة ودخيلة على المجتمع. كل أطياف الشعب احتفلت بطرق مختلفة في عيد ثورة سبتمبر المجيدة، فاليمن الكبير يتسع للجميع ولا يلفظ إلا أنصار العبودية والذل، من وقعوا في شر أعمالهم ووجدوا أنفسهم يمزقون راية الوطن ويمنعون الشعب من الاحتفال في عيد ثورته السبتمبرية العظيمة. فضحهم عيد ثورة الحرية والكرامة أنهم ضد كل ما هو يمني، يمقتون ما يحبه الشعب ويحبون ما يغضب الشعب، وهم الذين تبرؤوا سابقا من عروبتهم وتباهوا بأنهم ذراعا إيرانية فارسية. ليست صنعاء وإب وحدهما من أثارتا خوف ورعب ميليشيا الحوثي في عيد ثورة سبتمبر، بل جميع المحافظات التي تسيطر عليها الميليشيا بالقوة وما بلغ فيها من ظلم وطغيان جعل سكان تلك المحافظات يعودون للاحتفال أكثر من السابق بثورة الأجداد ضد طغيان الإمامة. ميليشيا الحوثية جنت على نفسها عندما استدعت الإمامة ولم تعلم أن القردعي لن يعود واحدا هذه المرة، كما أصبح الثلايا وعلي عبد المغني والزبيري والجائفي وصبرا وغيرهم من الثوار جيوشا وليس أفرادا. فمنجزات ثورة سبتمبر وفي مقدمتها التعليم أنجبت أجيالا من الأحرار والثوار لن يستمر صمتهم على جرائم الإمامة وطغاتها الجدد. في السياق، نظمت السفارة اليمنية في تركيا حفلا خطابيا بمناسبة العيد 61 لثورة 26 من سبتمبر بحضور أبناء الجالية وعدد من السفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى تركيا. وخلال كلمة له قال سفير اليمن لدى أنقرة محمد صالح إن الشعب الذي انتفض في وجه الإمامة سيقف خلف شرعيته الدستورية حتى إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة وفرض سلطتها على كامل التراب الوطني. وأوضح أنه نتيجة للانقلاب الحوثي أصبحت أجيال ما بعد الثورة تشعر بعظمة تلك التضحيات التي قدمت قوافل من الشهداء الذين سجلوا بيقينهم الثوري أحرفا ناصعة من نور تؤكد لنا وتذكرنا بأن عجلة التاريخ لا يمكن أن تعود أبدا إلى الوراء. في سقطرى نظم فرع حزب الإصلاح حفلا خطابيا وفنيا بمناسبة الذكرى 33 لتأسيس الحزب وأعياد الثورة اليمنية سبتمبر وأكتوبر. خلال الحفل أشار رئيس المكتب التنفيذي للإصلاح بسقطرى أحمد جمعان إلى أن الاحتفال بذكرى التأسيس يأتي تزامنا مع احتفالات الشعب أعياد الثورة 26 من سبتمبر والرابع عشر من أكتوبر التي حققتا للشعب الانتصار على الجهل والظلم والفقر والاستعمار، وأكد بأن الشعب لا زال يناضل ويقدم المزيد من الشهداء حتى استعادة الدولة. إذن في شأن آخر، ومع كل ذكرى جديدة لثورة 26 من سبتمبر في ذات الشأن يتغنى اليمنيون بأغنية جمهوري يوم انقرح يقرح، تلك الأغنية التي تتضمن تفاصيل لأعظم منجز في تاريخ اليمن الحديث. لا زال صدى تلك الأغنية يتردد بصوت الفنان محمد البصير. يا الله يا من لنا والرزق مطلوب بسهالة جمهور يمان قرح يقرح والشعب حاجب. بكلمات بسيطة ومباشرة تشرح لنا هذه الأغنية تفاصيل أعظم حدث في ثورة 26 من سبتمبر الخالدة، كما تبعث العزيمة والإصرار على مواصلة النضال والتمسك بالجمهورية وأن لا مكان للإمامة التي تحاول العودة مجددا. لازم تغير بهالحالة جمهورية جمهورية ومن قرح يقرح،
إحدى الأغاني الوطنية الثورية الحماسية التي رافقت ثورة 26 من سبتمبر، فهي تضعنا أمام أبرز حدث سبتمبري متمثل بهروب الإمام البدر يوم الخميس 26 من سبتمبر عام 1962، عندما جرد من ثياب الملك وارتدى ثيابا أخرى ليتمكن من الفرار من الثوار الأحرار من صنعاء. ديما يبغى شعبنا ينجح، قد عجل الله بزلزال، والبدر ما عاد يصبح، خارج بجرجف وبركال. جمهوري وأنت تسمع هذه الكلمات بصوت الفنان محمد البصير وتشاهد دار البشائر يقصف بنيران الثوار، يأخذك الخيال لمشهد مماثل اليوم، وليس ذلك ببعيد ما دام اليمنيون متمسكين بأهداف الثورة السبتمبرية للخلاص من الإمامة الحوثية وإنهاء انقلابها على الجمهورية. لقد قالها اليمنيون قبل عشرات السنين: لا مكان للإمامة الكهنوتية، وها هم اليوم يؤكدون ذلك بنضالهم المستمر ضد العصابة الحوثية التي تحاول طمس معالم أعظم منجز عرفه اليمنيون في التاريخ الحديث. جمهورية ومن قرح يجرح لم تكن أغنية وطنية لحدث سبتمبري فقط، بل حملت رسالة الشعب اليمني للخارج رفضا للهيمنة والتحكم بقراره، كما حصل خلال السنوات الماضية للجيش الوطني والمقاومة الشعبية من عرقلة وعقبات في مواجهة ميليشيا الحوثي. شعب اليمن لي ديول فرح، ما يدخل إنسان في إشكال جمهوري. لكن هذا لم يمنعهم من استعادة الجمهورية، ما زال اليمنيون يقاومون في الجبهات صامدين في المدارس. ومثل ما كان الآباء والأجداد مجمعين أن لا خلاف في ثورة 26 من سبتمبر رغم الضربات الموجعة التي تعرضت لها، يؤكد ذلك الأبناء أن لا يليق بأيلول إلا أن يكون جمهوريا. على الربحي دماتك وحبي الجروبة تهكالة، والشعب بيكل لا جي ينجح فينا مارا وهدالة. جمهوريا على صعيد آخر، طالبت مملكة البحرين الميليشيا الحوثية بتسليم المسؤولين عن مهاجمة قواتها بالحد الجنوبي السعودي، وصفة الهجوم بالعمل الإجرامي الغادر خلال سريان الهدنة الأممية. وجاء ذلك خلال زيارة العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة لقوة دفاع البحرين غداة إعلان المنامة مقتل وإصابة عدد من قواتها المشاركة في قوات التحالف العربي جراء هجوم حوثي. وكانت البحرين قد أعلنت مقتل ضابط وضابط صف وإصابة عدد من الجنود بقصف طائرات مسيرة تابعة للميليشيا الحوثية في الحد الجنوبي السعودي. إلى أبين، حيث أفاد مصدر ميداني بمقتل وإصابة أكثر من 10 جنود من قوات الانتقالية المدعومة إماراتيا في موديا إثر هجوم للقوات على أحد معاقل تنظيم القاعدة. وبحسب المصدر فقد قتل 8 جنود وأصيب 3 آخرون من القوات المشتركة خلال محاولتهم التقدم للسيطرة على معسكر عناصر مسلحة في وادي الرفض. وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري قتل 4 جنود وأصيب آخرون في هجوم انفجارات استهدفت قوات الانتقال في ذات الوادي الواقع بمنطقة عمران. وجه رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بمعالجة قضية السياسي والقيادي المؤتمر عادل الشجاع بما في ذلك ترحيله للدولة الثالثة بعد مطالبة رئيس الحكومة ترحيله للعاصمة عدن. وأفاد مصدر مسؤول في مكتب رئيس مجلس القيادة أن العليمي وجه الجهات المعنية في الحكومة إلى التواصل مع الجانب المصري بشأن قضية الشجاع ووضع المعالجات المناسبة عبر القنوات الدبلوماسية بين البلدين وفقا لوكالة الأنباء سبأ. وفي وقت سابق من يوم أمس قالت زوجة الدكتور الشجاع في فيديو من مطار القاهرة إن السلطات المصرية شرعت في إجراءات ترحيل زوجها إلى عدن، وناشدت الحكومة والسلطات المصرية بوقف عملية الترحيل مبدية تخوفها من تعرض زوجها للتصفية على يد قوات الانتقالي بعدن.
وفي غضون ذلك حمل 25 عضوا في البرلمان رئيس الحكومة معين عبد الملك مسؤولية ما سيتعرض له الكاتب والسياسي الدكتور عادل الشجاع في حال تم ترحيله من عدن أو من مصر إلى عدن. أعضاء مجلس البرلمان في مذكرة مشتركة قالوا إن رئيس الحكومة طالب بترحيل الشجاع إلى مدينة عدن لأنه عبر عن رأيه تجاه بعض القضايا ووجه الانتقاد لشخص رئيس الوزراء في بعض المسائل. اعتبر أعضاء مجلس النواب طلب رئيس الحكومة ترحيل الشجاع بأنه تصرف مناف لقيم العدالة والديمقراطية، محملين عبد الملك معين عبد الملك مسؤولية ما سيحدث للدكتور عادل الشجاع من اعتقال أو اختفاء قسري أو إيذاء نفسي وجسدي. هذا وأقرت اللجنة الأمنية بالمهرة تعزيز الإجراءات الأمنية لحماية مقر فرع البنك المركزي هناك لتأمينه وسلامة موظفيه واستمرارية العمل فيه بشكل طبيعي وإحالة من يتسبب بعرقلة عمله إلى الجهات المختصة لمعاقبتها. جاء ذلك خلال اجتماع لها برئاسة المحافظ محمد علي ياسر لمناقشة المستجدات الأمنية بالمحافظة واتخاذ مجمل من الإجراءات لتعزيز الأمن وتأمين المرافق العامة ومؤسسات الدولة لتقوم بمهامها اليومية في خدمة المواطنين وحمايتها من أي مظاهر فوضى مزعزعة للاستقرار. وقد استعرض الاجتماع مذكرة محافظ البنك المركزي الموجهة لمحافظ المحافظة رئيس اللجنة الأمنية بشأن عرقلة سير عمل البنك. توقعت منظمة تابعة للأمم المتحدة ارتفاع أسعار المواد الغذائية في اليمن أواخر العام الجاري. منظمة الأغذية والزراعة الفاو قالت إنه من المتوقع أن تتجه أسعار المواد الغذائية الأساسية نحو الارتفاع موسميا خلال شهر ديسمبر أعلى من متوسط الثلاث سنوات. أوضحت أن تلك الزيادة ستشمل معظم الأسواق لكن في الغالب في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية. نهاية النشرة، تذكير بأبرز ما جاء فيها. الميليشيا الحوثية تشن حملة اختطافات للمحتفين بثورة سبتمبر في صنعاء وإب والحديدة. استنفار حوثي واختفاء لمشرفي الميليشيا من النقاط الأمنية في صنعاء. مقتل وإصابة أكثر من 10 جنود من الانتقال في أبين. ختاما في أمان الله.